بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعانا ونكسن إذا لهانتين بدأ وضيال كسر دوادة برنامج كيني دركا هذا الأوعي نقضب كيني كو إيجي دونو يضم مركلة أي حيسة دي سرقالة دي إكران تهليل أي عرق يسكو شرارتي كدب مركي ورئيسي حاساسي بحي أقاسمي هرأي هايدا النسا فهد ياسين أي وحا مانتا سيوذة جيرا أرنتان وقهد لي حلبا نضب باشا أي كسو جيدي حلبا إكران تهليل سلام عليكم سنة واحد يدريم باق وحنا نيجي دونا بروح يا واحد يكح لين سيدا وكله واحد يدونا مركله هذا الشيء هو يدا هذا الشيء إكران تحليل ويدونا وربعين ترى هذا الشيء قلب كاسيا ندور استاجي دونا وحنا دنا عيقة فردية صاحب كنور وأنه وحكة ويدين دون نور صدوق والله صحيح هذا هو مصدر الله نحرست حلبانات بان يلا يلا ده بتاعنا هاي سرقالة إكران تحليل وكيس كده مرة وصل لك عليه وحكى هذا اللي حلبانة ذا يكسر شيء ده بيش هذا سي عرق بين مركن واحد لين بل وحيابي هاي كهاد لين هذا إنه دول مرقود أي نقص منه بسم الله الرحمن الرحيم أدبنا السلام يا أصحاب يا خيار تقييم هذا ذن دل يدود بقصة عن النجوحرن برنامج شيء ذن سد توسك أود دعوانا يملها كردونا مركز سكة دعوانا ينتا مركز كجذبو قلنا لو قبل ده سير إكران تحليل فارح لقوم جعابه مدرسة نظائية هذا لو سن يهاي وأن لوجين جيري ينورل مال أي كان يعرب رتاي إنك استو نورل نورل بدن على رجينه إني نجيري أنت بدن رجينه يو وضد كهذا إن الدمتاي أيوة عم سن يهين أنت هذا بدن إسلام أركاسينا تليه نبض سوقي ده حل جاسي استجنا لو أركيين ويا قف كجوار داسي كعنتا ودم بيسي يهاي ديسة ومركاسي ملاحظة كع يهاي جوار دونا أكثر سنوات بهاي داسة الشيء وسو بري لك شالي ورئيسي لباهي قيبته معناه قيبتي ورئيسي قاسي كيف جرت كيس قال قبل إكران قبل إكران بيشن حتى إنه كتير شون أيا شون تاني كله اللي هي لواتن كذي أيا لواي شون ما أنت وحن قياسه يا و واللبيه طبعا اللبيه طبعا بشن لحية لواتن كذا أيه هو اكتهاي سنة كي إكران أنت اللي لقيا يهرتها ومدة سنة ذي قاضتي مركا كيس كنا مركا ونوع عنو كلية هاي ما حرو أو كيس كانوا أختون تيس عقدة ديس ما ركت رادين تيس بقى وحرا أما أور كتال الذي سوى حرا أنت بدن معه وهذا سو كعينة وحوي أنت بدن وحن لجهين وح معلومات أو ورقة ذي مرسو صارين واحد على شباب بعد شيء أنا هين وحن معلومات أنت بكب أحسن لقاه هنا هيدا أنا بسويه ده مركز رجال كحيل لقاه سري هيدا فهد ياسين حكي ده هنا مدام وهاللي قبل دي وحكو إذا يرك دولة ده ما ركتي حيل لقاه أنا معارض خارق هذا هين هات أنا الدولة ده ما ركتي غلامه هذا كله دوان كتر سن إنك استوى خارق بحيل لقاه دولة ده أي كتشرين وصيدا هاد وسير رضا وكلمات باكم ده oo wasiirka warfaafinta ku xigeenkiisa iyo ra'iisul wasaaraha qaranka iyo waliba xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ee golaha shacabka ayuu Fahad Yasiin haatan ku eedeeyay gabadhaasi maaragtay inay dilkeeda ay lahaayeen marka taasad moodaa inay hadda ay xaaladda soo kicisay oo marka la cirka ay ku sii shareereysa maadaama uu xogti hore ee la tumayay ka duwan uu mudane Fahad Yasiin badda soo dhigay taageerayaashii hore ee nabad iyo nolol ama taageerayaashii nabad iyo nolol iyo taageerayaasha Fahad si gaar ah laga yaabo inay u taageeraan ba xogtii shalay u bixiyay si toos ah ay ula dhacsan yihiin isla markaasina waxa ay khaaymeen qaatiliin oo arkaan ragga saddexda ah ee Fahad Yasiin magac dhabay geesta kalena waxaad moodaa dadkii horeba ma aragtay tuunka uga qabay in Fahad iyo hay'adisu ay gabadhan dileen ama markii horeba siyaasad ahaan uga soo horjeeday nabad iyo nolol iyo Fahad keda waxaad moodaa inaysan xogtaasi ku qancin ee ay leeyihiin Fahad oo waxaad sheegaysa waxba kama jiraan isla markaasina waa mindi ku taag kiiska laga yaabo in lagu soo oogo ee gabadhana si aad uga baxsato ayaad adigu isku hormarinaysaa markaasi inaad xog kale oo maaragtay balaqa inaad dadka Soomaalida u toorto saasay dadka kalena ay ku doodayaan anaga laakiin كصحافه هان وحوجا وان كهينه او انت كبحسن ان لبدا دينعبه waxa ay sheegayna sheegno kabaxsan anaga cidna kuma xukumi karo gabadhaasi inay gacantada ku maqan tahay markay u imaano xildhibaanada hadda hadla beesha kasoo jeeda gabadha
نحور كم حيك هذا لنا حلبان نظن هرتوا إلا شن يلي حلبان قياسته حلبان نظني والله وضع قلب برلمان كجمهورية الصومالية كتر سنين قلها الشعب ك يقولي بأقل كسنة كما أقل كسرة أيه كتر سنين وأنا حلبان نظر بشر قال تعال أو قبر داس يكسر شيء دي كم تلي برلمان كله بدي ساقر حلبان نظن رجل يقارنه وعانا وهري برلمان نظي كردونا الصومالية وقص ومدها هي رج هذا لقي يابين كعسبيين برلمان كان طبنات ما ركتي ويسويشرين أنا هذا برلمان كوي طبنات ويسويشرين مركا حلبان نظني واس أورسدين سلام مركا السنة شرتشرة إذا هي كوقبتين مجلة مقدسية عاصمة الصومالية وحيابها يكهل لنا وحاكم إذا يكران تهليل هي مغران شه هذا هي هذا الكفاه دي ياسين حاج الداهر أي كهل لنا وحيابها يكهل لنا وحاكم إذا إن السعد أو أنك بشرية اللي لاحظ منا الحين أي أديدين حكتي وفهد ياسين شلي بحيي صدق ذنن ماركت الدولة دكتور سن رجل وزراء الجارسين تي تليا هاتنا نوصف جدا هي سدوا كله وسير كحيانك ورفافين تحلي الحكومة تحل جارسين تها صدق ذا مسؤول أدي وأصاري فهد ياسين أي حل بعنا ذن الجودهان بديدين وح أي نشجعين وأي فهد سعد ومركزي يقول الله الله يا شجعين إن حل بأن كرنت هليل قبل ده ودي أي سن مركزي عد كلا جانتيسة أي سن كم غنين أي فهد ياسين جانتيسة أي كم غنتا أي سلام مركزينا وح أي وبا غين فهد ياسينين وبدأ يسكنه سلام مركزينا مركز وقبل ده ودي سيد وقجر بحلها مركز وقرن له الدم بيجو قبل ده سكجلا يمشي وجي أمل لوجدري وسيد أيه وهذا الكود جيان إن ماركتي وفهد ياسين لقى فديه ساس شجن بده هنا كمريدنا وح أي وبا غين وأي قعد صدق إن مركزي أرنتن وسيد وسوف رجليه isla markaasina keeskaasi oo si rasmi ah oo meel u saaro meel uu ogaado marka waxaad moodaa xildhibaanadani in ay haba yaraate ay qanaac la'aan ka muujinayaan xogti uu shalay bixiyay mudane faadi yasin xaji daahir way xildhibaanada qaar kood dawladdu horena xildhibaanay ahaayeen gabadhana sida hadda u matalayaan bay u matalayeen sanad baan ka soo wareegtay sidan hadda iyo lahjadan ay ku hadlayaan qaar kood oo marka horena xildhibaanaha umeyna hadli jirin intay jiray xildhibaanada horta laba xildhibaan ayaa muuqatay xilliga iyada xildhibaana kala deeway beesha way ku lahayd baarlamaanka laakiin laba xildhibaan ayaa markaas iyagu xilliga gabadha keeskeedu uu socday sanadkii hore ayaa si weyn markaas oo dardar leh arintan u waday labada xildhibaan mid waxa ahayd Allahu naxariistay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo magaalada Beledweyne dhawaan lagu dilay midna waxa ahayd midna wuxuu ahaa anidaahda xildhibaan Daahir Amin Jeesow oo markaasi haatan xildhibaanada maanta shirka jaraa'id qabtay isagu kamid ahaa Daahir xogaha iyo qaabka uu markaas u hadlay iyo xogaha uu bixinayay ma ahayn qaab qoyska ikraan tahaliil iyo dadkii la dareenka ahaa ay ku qanacsanaayeen muun ahayn waxaad moodaysay madama oo tiimka nabad iyo nolol taageeraya baarlamaanka uu aha oo baarlamaanka moogtay leftisa wuxuu aha qayb nabad iyo nolol taageeraysa iyo qayb mucaarada baarlamaanka leftisa sidaa u qaybsanaa moogtay marka Daahir Amin wuxuu kamid aha xildhibaanada nabad iyo nolol aadka loogu tiriyo ama loogu xanto inuu maaragtay qayb ka yahay aaminana geeska kale waxay ahayd xildhibaanada aadka uga aragtida duwan ee nabad iyo nolol ee markaasii u arka in ay meel khaldan ay dalka ku hoggaamiyeen isla markaasina dhagara kala duwan ay u maleeyeen gabadhaasi masakiinta sida daraadeed Daahir Amin Jeesow mar walba wuxuu ku doodi jiray gabadhii maaragtay lama cadeyn karo inay nisa ku maqan tahay in maaragtay gabadhii in la mucaarado ama in aan idhaahdo in la siyaasadeeyo kiskeeda ma aha mar walba mucaaradku maaragtay oo hadal ku tuuri jiray sabab markaa oranaya gabadhaanada ha siyaasadeynina gabadhaanada dawladda si farsamo aan uga raadsanayna dawladdu iyadii baan nala raadinaysa hay'adna waa sugu duuday nala raadinaysa gabadhi waan baadi goobayna maaragtay dadka mucaaradka maaragtay ehelki iyo waalidki gabadha ku awrkacsanaya siyaasadeynaya yeesa sidaan nooga dhigin keeska nin wuxuu ahaa markaasi muuqda in dawladdu wax ay sheegto mar walba uu ku qanacsan yahay keeska gabadha marka la yiraahdo aaminana sidoo kale waxay ahayd
كالي دقيس ومر والب هو يغالي جهاد وجوارد هذا الشيء أي مر والبجرب كده تاجنيد مر والبلس عطي حفيز كرئيس الوزراء تاجنيد حفيز إذا كليت دولة أي تاجنيد إذا مر كاسينا بنا كأي صحافتك غيرين يس يضع مر كاسكو عند عون يس جوارد عن نادي وأنا عدالة ذهله وأنا أنا ماشى كم قنطاي هيدا أنا بتسوق ده كتر سنين بقى عن تهذا ده وورد بيسى هيدا أنا بتسوق ده يفهد ياسين وما ضحكى وأنا الشيخان جوارد عن نادي ماشى كده بيسى وحنا ضد كقار من سينين إنك استو مثلاً فهد وديدة أرنداسي أو إنكري تذكر قار هدنا تذكر معارك وحياة من سنين دلك حتى معركة آمنة إنه حرير للاحة دلك معركة أما مغناشها قبل داسي معركة إكران تهليل سد درادة رئيس الوزراء لفتي سوا كي سوا جاب لو تعسينا يو معركة آمنة شيء إن آمنة إكران يسكو جان كم قيهين مركز سد درادة لوضع حلبان aya kiskan mid bas uga hadli jiray waxaanad moodaa labada xildhibaan mid waa dhimaatay allah u naxariisto mid baa soo haray kiis soo hareena waxaad moodaa xilliga qaabka uu hadlay iyo qaabka maanta uu hadlayo inay aad u kala duwan yihiin sababtu xilligan in nabad iyo nolol taageersan gabadhi waxay dawladdu ay qaabki u wajahdo mar walba ku qanacsan mar walbana mucaaradka ka soo horjeeda oo uu arka رئيس الوزراء هيو مهد سلاد هيو معارض ككل فرحة بدنية مدحوين حسن شيخ لفتيسي مدحوين شريف هيو هنا أرنت السياسة ضينا يان ومركزي أي والد كمرين هوابين يان إن دولة اللغة ضمبي يوحي أي جبر داسي كشكتو نين مركزي أمين سنبو أمه غضي دائرة من جزو لكن ما أنت وح أمه غضا نين توتلي أرنتي بدلي هاتنا ستوسا عرب كوو بلارنيا فهد ياسين وقبل أن هذا يكون مرة عفته ماشة كدي شكال النورشك مركا حل دبانة لكن كله وحصورة قال إن قاركود برلمان في كل سبيين إن قار كلا الله جاي أبا يسون نقدين كوا كلا إن هراء سجع ما سجع قبلنا يعني ما هي كيس كسيون مارك وجو تدد بيان فاسك صورة قال لكن ما أنت لحل دبان سدى أن شعل هاي وبشر سلوا ذا قال كم تلا برلمان كسوماليا يا مارك تي كيس كستوسا وقالي شركة شراء إنك قبت مقالة وي هذا ما سنتهي وحن شعل هاي برلينا إذا كده نوم وقال كحل دبانة سي بشر إكران تهليل كسو جيدي باقة ديري إسلامركا سينا عارنتان سيدا آذاق وغا هادلي وحا حسيد مدن مقال كانينا كسو حيقيني تي بيقع سومالي كيبل وحانا جعلا هينا اندالة داوتا فهد ياسين أيغا لبدا وذاكر هالا إنو راد كيل عبدية وحاكوشيغي نين وحو يري نيكي قبل كبلاد وقابل سناي أما قعميرها وحو يري شوابا ديلي كان ما عالتك حبتو هالا وحو يري وحا ديلي رقي يعني ماشان دات كلان جري إغسو ساري waxaan leenahay waxaas sax ma aha gabadhaas tuhun maahine way ku eedaysan yihiin warkooda waa cad yahay waa ku eedaysan yihiin go-aan maxkamadda baa la sugahayaa waxaan marka u sheegaynaa madaxweynaha iyo qof kasta oo maanta arrintaas qadiyadaas qabsayso oo madaxweynaha ugu horreeya in arrinkaas dib loo furo maxkamadda ikraan dib loo furo allah annagana inteenaf nagu jirto aan taaganahay kama hari doono arintaas meel alla meeshii rabtaana la gaarto xaalad walba waqti walba ha gaarto insha allah haddee annaga noogu sinto dowladda haddii aan joogno ay noqoto iyo dowlad ka sii dambaysay marxalad walba ee tagta insha allah saasaan rajaynayaa waxaan xoojinayaa codkii iga horreeyay oo walaalihii ahay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ah oday soomaaliyeed xogogaal u ah waddankan iyo xaaladihiisii iyo qadiidanba asagoo banaan joog ah xogogaal u ahay haddeertaana maanta ilaahay ugu sameeyo inuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya yahay waxaan ka rajaynaynaa inuu saaro dad khubare ah oo dhexdhexaad ah oo arrintaas anaga wax kalan ka doonayna ma laha dee anaga dhibanayaalaana waxaan ka doonayna waxay tahay inay qadiyadan marka muddadii ay socotay oo u horreysay rajiimkii dalka ka jiray uu hogaaminayay mudane maxamed cabdullaahi farmaajo in xooggooda iyo awooddooda kiiska baaritaan sax ah inuusan helin jaha walboo loo marin habaabin kara loo marin habaabiyo ayay xooggoodii awooddooda isugu geyn ilaa iyo xad xeer ilaaliyihii uu isu bedelaa muxuu ahaa qareen ama maaragtay muxuu ahaa qaadi uu isu bedelaa sidaa darteed waxaanu leenahay ummadda soomaaliyeed qadiyadu ikraan keli ma ahan shantii sanoon soo dhaafni jarimooyin intaa ka badan ayaa dhacay oo aan hal iyo laba inoo la wada ogyahay laakiin ayadaaba miiska soo wada ayay miiska soo wada kari doonaan waxaan marka hadda ka codsanaynaa مدن مدحوين حسن شيخ محمود مدام وما أرتي ذلك إسبدل كيمدي رجيم كي خرا نماشة أو كبحي ما أنت جعنت ذلك أصدق أو كهاي ومدحويني ذلك أو كهاي
qadiyadu ikraan iyo qadaayaadka kale oo ku xeeran oo dhan inay cadaalad helaan ili karamaha ikraan maanta waxay ka dabeeyay waxay kiiskeeda naga jira niisa ee shakhsiyalkii la magacaabay ee hore loo magacaabay haddana hadda halkan miiska laga magacaabay dacwadaas iigaan u qabnaa oo noogu eedeysan walaalahayaga hanaga garbaxana annaga ma rabno inaan qof aan dulanno annaga in nala dulmo oo aan dulanka ka gelgelinno annagana aan wax dulanno ma rabno waxa aan rabnaa waxaa waaye in la kala jidbaxo in la kala jidbaxo ikraan dhiiggeeda ma noqon doono dhooba dhulka taalla ma noqonayso ikraan dhiiggeeda hadday dhimatay iyo hadday nooshahay intaba dhibkeedu dhib annagana taabanayo waa habka ugu wanaagsan ee ay tiimkaasi xukunka haystay inay kiiskaas u wajahaan ay tahay waxa waaye in ay si dhab ah u qirtaan wixii jiro haddii aysan qirinina baaritaanada madaxa bannaan ayaa soo saari doono waxaan ka codsanaynaa dowladda cusub in ay kiiskaas mar labaad furto guddi madax bannaan u saarto xaqiiqada dhabtaena laga sal gaaro ayaan codsanaynaa sidoo kale ciddii ay ku caddaato in cadaaladda inay hor istaagta isku daydaana dembi ay leeyihiin ayagana lagu qaado way nuur waa mahadsan tahay haddaan intaa muuqaalka uga soo gudubno hooyaqaali guhaad baa iyaduna mar kale hadashay kiiskanina ka hadashay iyo gabadheedii maxay sheegtay horta ilaahay qalbigaa u qaboojiyay maamadaas runtii dhib badan iyo rafaad badan baa gaaray xalay haddaa dad baraha bulshada isticmaalo oo iyada xataa u gafaya oo kiiskay wax ka ogeyd oo gabadheedii way u cuntay leh oo maaragtay wax ka cuntay dad labaan xataa arkayay marka horta gafaf badanna waa ku dhacayaan waana ruux wax dhalay oo mar walba isagu waa dulmane marka horta maamadaas mar walba waa dulmane mar walba waa qof maaragtay wax dhalay oo maaragtay uu gubanaya qalbigeedu marka horta waa murugada waa la qaybsanaynaa waxaana ilaahay uga rajaynaynaa inay gabadheeda cadaalad ay u heli doonto ama ay u hesho labada dhinac midka dooniba cadaaladdu ha ka timaado laakiin gabadheeda ciddii maaragtay dishay ilaahay baa ogay inay horta cadaalad uga heshaan maamada rajaynaynaa maamadu xalay bay hadalkeedii koowaad ayay hadashay islamarkaasina waxa ay sheegtay sidan hadda xildhibaanadu sheegeen si lamid ayaa xalay waxay sheegtay inayna fahd yaasin xogtu bixiyey ayna ku qanacsanayn weliba hadalka waxa u dhigtay fahdow rag sharaf leh oo markii annagu aanu dulmanaha ahayn ee gabadhaanadii aadishay na garab taagnaa ayaad rabtaa maanta inaad annaga dhexdaanadii aad dab ka shida taasina waa ka digtoonnahay gabadhaanadiina adiga kuma dhaafto haddii aad tawradiin jil akhrido gabadhaanadii meel ku sheeg hadalka maamada naxurku intaasuu ahaa intaa markaan ka gudbo maanta markay xildhibaanadu shirka jiraayd qabteen iyadana shir jiraaydoo kale ayay ka garab qabatay ayay ka daba qabatay markay xildhibaanadii hadalkoodii daahir amiin jeesow ayay si gaara markaasi maamada uga hadashay waxa ayna ku eedeysay in daahir amiin jeesow laftiisu uu yahay nin markaasi khaa'in kale ah oo gabadha dilkeedii waa say maamadu sheegayso gabadha dilkeeda inuu daahir amiin jeesow wax ka ogaa isla markaasina isagoo oo nabad iyo nolol ah oo hay-adda nabad sugidda maaragtay galaangaldha u leh inuu gabadha dilkeedii wax ka og yahay ciddii dishay uu og yahay meesha lagu dilay uu og yahay isla markaasina hadda waxa uu sheegayo iyo wuxuu hore u sheegayayba ay raadgadasho iyo markaasi in maaragta uu marin habaabin sameeyo inay tahay hadda hadalkiisa cadaalad raadintaana uusan ahayn mid macno badan keenaya marka waxay u muuqataa inay hadaladiisii hore maadaama aan kuu sheegay markii hore inuu ahaa nin aaminsan in looga dambeeyo kiiska gabadha dowladda maaragtay wuxuu ahaa waxay maamadu hadda leedahay daahir amiin jeesow markaasi daacad kama aha kiiska gabadheeda wuuna og yahay ciddii gabadheeda dishay waxaa xusid mudan maalmihii gabadha la weysanaa 2 iyo 10 beri daahir amiin jeesow saxaafaddu la hadlay waxa uu sheegay gabadhaa markii la waayay gaadhi baa lagu qaada la yidhi gaadhigii in hay-adda nabad sugidda xarumaheeda mid ka mida muuna sheegin miday tahay laakiin xarumaha hay-adda nabad sugidda mid ka mida in looga yeedhay isaga daahira saraakiil hay-adda nabad sugidda ka tirsan inay kamera CCTV-da ay u fureen isla markaasina kamaradii la tusay gaadhigii gabadha lagu qaaday in la tusay gaadhigiina wuxuu sheegay inay inuu yeeshay sargaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda marka wuxuu ku beer la xawsanayay dadka soomaaliyeed iyo ehelka maamadaba wuxuu leeyahay anaa hay-adda nabad sugidda tegay anaa gaadhigii lay tusay sargaal hay-adda nabad sugidda ka tirsan baa gabadhii gaadhigiisa ku qaaday dowladda gabadhii laga yaabay inay meel ku og tahay dadkan mucaaradka ee gabadha siyaasadanaya waa la dilay iyo waa la afduubtada hayow
نوكادي وترتيب عكتر ديجا مركا ما دام هو أكبر كي هو نحكتها بحني شلنا في هذه سموحيني يجي قبل دقاري قال هو قاعد على العدالي يمارك ما هاد سلادي يا إسكالها هورينا نينك اللي هذا دائرة من جيسو حكتها هروب بحية مركا العموم قبل ما مضى الشيء قال الجهاد وحيلا هذا هاي دائرة من جيسو داعت كما كيس كان وحبون الكوغا قبل هذا ماشي اللي قد لي يعدد الشيء مركا وحد مدة وحبضن آية إسسارا مرك فعل كي هو داهر لفيري فعل كمان تنا فجاء واحد مدعين أيضاً هذا سوى فقين. وين هذا ما صنعت أي صحيح كنور ضوء ضير مرك على أيان شعلة هاي بلنا سجنا إذا كدو مغالكة هو يقال جهاد أي كذا هذا شيء اللي بنامين كيسو يوحى وكيلي هاتن كيس كان صعب سبحان الله ضوء شو نكسن وحنا حسيت مظن إن مغالكة إن سجنا كسر قاضن أي تي في جا يونيفرسال ضوء شو نكسن. ومد سوماليا ذي وحكى له ذي الشيقة وحاد مطي إن حلي بانت أمين محمد عبدي حلي بانت أمين إلهي نحرس الجنة هسيو إلهي الجنة دي سقوري هكسيو إلهي نحرس أقول دايق ربك معبودك إن وحكى له ذي الشيقة يا كبدي وحي هذي قفك كليو إقرب تاقنا وعدالة أرادنا إكران تهلي الفارح و دبت أقنا دبت سعد وقرب كي جاهاي آمنه مركي كرسي جرات ستال الدلي وحلو الدلي وحي هذا هرمود كعدالة ده هذا وحي هذا قف قيمة قله ومد الصومالية وجده ومحن كده عدالة دي قبل الرادين يسي أفقر لاقبته أفقر لاقبته سئ إنه هو إيمان البرلمانك لودلي ولدباتي قبدي يا دباتي يا دباتي أمين محمد عبدي أمين محمد عبدي من رئيس الوزراء هدي لمسمات صلاة هدي سل على النبي أخلي على الرباعي سي وحيين لبدان كيس لبكيس اسكت دبالان أو كل هري نواي أمين حل دبان أمين محمد عبدي إكران تهليل فارح ها ولا كيس لبكيس أو اسكت دبالان واي وقفكي نبانيه عدالة رياديه وقفك الله قبطة عدالة ديو الله قبطة مركا صوماليه اندي نهفرنا دانا صوماليه صوماليه اندي نهفرنا دانا وحاكلون اذي شيغا مرقاتي مدون تبقه حلبان داهر امين جاسو حلبان داهر امين جاسو واركتين ومقليسين ومد صوماليه ذي وحو يري ان وحانتقي وحان تغي إن حفيز كم إذا حفيز يذا يأدن بتسجد حفيز كم إذا أن تقول له وحو يري وحان لشري إن حفيز كي تدكي جوغ قاريكي قبل دقاضي وحاياشي شخص إن بتسجد كم إذا عياشو له وهاد أركيسين هادي ألا كعبسي أوجرو اللي بان داهر أمين جاسا وحوكوها اللي أو معناها أو مر حق هرتو إنو حق إنو هرتو فيرك الدلاع عايو أساقو واحد درصدي إي واحد مالو درصدي لهينو أبا بعيرو وحو تغي حردي أو نبسو جد وحو يري وحان 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 صول لصو شري إن مضح كميدا مضح دا نبسو جد وماشي جوب ترقي جوب وحان أركي إنو قاريقي ليه شخص نبسو جد كميته جاري وحياة شمركي لباري وباريس لسمي 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 وحياة شجاري شخصي نبتسوق ده كمده وحي باري نبتسوق ده هذا مركا بهذا باريس يوضعه ير واقصى مرقاتي داهر أمين جاسا وصوماليا السجى أب السجنة مركا شاكد واصل سلاب اسكو حرن صوماليا وح فهمة إنديه إن يا مركا للوجه هذي صوماليا ومد صوماليا ذي إلهي كأبصدة أو وحصيد يجين محانكو داي وفهمة داير أمين جاسا وصاصو وكو هاللي مرقات النول وايو جوغو مر لمنين هدونا هدر لمنين والنولي هاي هلا ويديو هلا ويديو انتا ساوغو بحاني واي هاي داو ضيال انتا سيايان شعلا هاي وحاد قدر سمياتنا وحكا روان قدر مالي لكن وحان رجينا يا
gabadha waa gabadh Soomaaliyeed waa gabadh daayir adduunku maartay u hor lahaa wax baratay ee shaqooyin badan qarankeeda u soo qabatay ee qofka marka laga dulman yahayna dhigiisu inta badan ee ciyaar ciyaar lagu may looga oo kuma duudsimo marka waxaan rajaynayaa in gabadhaasna cadaalad loo heli doono qoyska ay ka dhalatay iyo dadka Soomaaliyeed ee warkutaalada uu kiiskeeda ku noqdayna inay maalin maalmaha kamida in xaqi u soo iftiimay ay ku raaxaysan doonaan. Aad baad umahadsan tahay saaxiibkay Nuur daawadayaal, intaas ayaan jeclahay inaan qodobkana ku soo gabagabeyno intaynu ku kulmi doono barnaamijyadeena dambe. Waxaan idinkaga sii tegaynaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.